تعتبر مهنة صناعة الأفلام الإباحية من أكثر الصناعات ربحا للمال، فأرباحها توازي أرباح دول كبرى، إلى أن الأثر النفسي والعقلي على ممثلات الأفلام الإباحية التي اتخذنا منها مهنة للعيش عميق جدا، فيقمنا بترجمته في سلوكهن الغريب والمقرف أحيانا، حتى أن الكثير منهن أصبحن مدمنات على شتى أنواع المخدرات والكحول. تعالوا معنا لنشاهد أسوأ وأقذر ما فعلته ممثلات أفلام البورنو في حياتهن. ستصاب بالغثيان منهن، ولكن قبل بداية الفيديو ادعمنا باشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أولا، الممثلة الإباحية الأمريكية رايلي ريد صرحت في إحدى فيديوهاتها على اليوتيوب أنها قامت بالتغوط في فم صديقها وهو ثمل، وعللت فعلتها أنها كانت تحت تأثير المخدرات ولم تكن في وعيها. ما رأيكم أنتم في تصرفها؟ الممثلة الإباحية الأربعينية كوري تشايس في سنة 2010 قامت بطعن قطة جارتها بسكين المطبخ، وبعد إلقاء القبض عليها اعترفت أنها كانت ثملة وبأن جارتها تقوم كل يوم بإهانتها وتوجيه كلام بذيء كلما رأتها في الحي. الممثلة الإباحية الأمريكية أدريانا تشيك تشيك قامت هذه الممثلة الشهيرة بعمل علاقة زنا محارم بينها وبين ابن شقيقتها الكبرى المراهق البالغ 16 سنة فقط، ومع انتشار خبر فضيحتها قامت باعتزال التمثيل في الأفلام الإباحية نهائيا. راقصة التعري والممثلة الإباحية نيكول أنيستون صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأنها في سنة 2014 قامت بخيانة صديقتها المقربة مع زوجها بعد أن وقعت بينهن مناوشات وخلافات، فقامت نيكول بالانتقام من صديقتها وإقامة علاقة مع زوجها. Free and dive into the sky. Hear the wind.